شاء الله ما شاء الله معقولة. والله زين شفنا زولك في البيت. هلا خالتي، تدرين بعد أنا توني عروس جديدة، لازم أصير ثقيلة بعد ما يصير أصير خفيفة. والله أنا أقول لا تمي عين وتحكي عدل. والله هذا حكي خالتي. أقول تحكي عدل لا أعطيك كف عدل لسانك. سمعتني؟ سمع. إي زين سمعت بعد. سلام. عليكم السلام. ايش فيك؟ داش علينا كنا واحد كافخك طراق. ماكو، بغيت اسوي حادث ولا ستر؟ كان زين الله ما ستر وسويت حادث ونفتك منك. هم عليك. قولي لي انت براسك هوشه ولا شنو عشان اعرف شلون اتفاهم وياك. والله كيفي، هذا بيت بنتي، اتكلم واقول واسولف واقعد واسوي اللي انا ابي كيفي. بعدين اقول ليش ولا واحدة فيكم تساعد حور في المطبخ؟ أبيت لك بعد تبني وتب نخاف. أنا علمك، أنا علمك يا نور. وانت أقدر أمشي؟ إيه طبعاً تقدرين تمشي، بس تروحين مني لين المطبخ وتساعدين حور. يلا اثنين ويعتين. يلا تحر ظهر. أنا قلعتهم وايد بس مني ورايح بتعرفون معنى الخالة. بصير خير. أساعدك بشيء؟ لا حبيبتي انت ارتاحي الحين، بس انادي الخدم عشان يجيبون. انت مرتاحه هني؟ عادي الحمد لله، المهم اكون مع حسين لو اعيش بخيمه. هاي مستحيل، انا مو قادره اتحمل البيت صراحه، يخنق ويجيب القامت. وه بسم الله، ما صار لك حتى اسبوع. صراحه انا متضايقه من عزيز، يعني وايد تشذب وما في شخصيه. عادي طوفي، الحين كل الناس قاموا يكذبون، طوفي عشان تعيشين. واخته وام النسرة ام بيان قاعده انصدم. اذا بتدققين ترى راح تتعبين. ممكن سؤال؟ اكيد. هم ليش كلهم عايشين بالبيت؟ ليش ما يطلعون؟ الطمع، اخوانها ما يبون يهدون البيت عشان وضعهم، واذا طلعوا من البيت يعني نص معاشاتهم راح تروح على الايجار وغير مصاريفهم اليوميه.